أن الآن الأندية السعودية خاصة نادي الهلال يعني لأن توفق في اختيار الأجانب. أنت لما تلعب مثلا في نهائي مع ريال مدريد ولا تشيلسي ولا مثلا إحنا آخر مرتين لعبنا مع ريال مدريد وتشيلسي أعتقد بالتأكيد حتى مع التطور اللي حصل في الهلال الأفضلية للنادي الثاني. لكن في يوم أنت تكون في يوم جيد بالنسبة لك ويوم سيء بالنسبة للنادي الثاني مو معجزة أنك تفوز يعني ممكن تفوز. يعني السعودية والأرجنتين مثال على كذا. يعني الأرجنتين فازت كأس العالم في يوم كويس للسعودية فازت على الأرجنتين. فإن الهلال يفوز ببطولة العالم وأنا متفائل ببطولة العالم في أمريكا لو وصلنا لها من غير إصابات وتوفقنا الحظ مهم في الكورة ممكن إن شاء الله نسويها وناخذ كأس العالم. ما أدري إذا فزنا بكأس العالم ما أدري شو بنسوي. هل مثلا واحد يعتزل الكورة ولا ما أدري شو نسوي يعني حنكون يعني ما أدري. الله يعين الأندية الثانية إن شاء الله. الله يجيب الخير لكرة القدم السعودية. إن